لو جينا نتكلم عن الغازات السامة، أين توجد الغازات السامة وكيفية التعامل معها وأضرار هذه الغازات السامة؟ الغازات السامة معروف إنها من المسببات الأساسية اللي ممكن تسبب مشكلة للإنسان. ممكن الغازات السامة تؤدي إلى إصابة الإنسان ببعض الأمراض أو حالات صحية. في بعض الناس، بعض الأشخاص، بعض الأفراد ممكن بيكونوا أكثر عرضة للغازات السامة نتيجة إن عندهم نقص في الوعي عن هذه الغازات وأضرارها، أو عن كيفية الوقاية من هذه الغازات السامة وعدم إلمامهم بمعلومات كافية بمخاطر المواد الكيميائية. علشان كده البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية قام بتحديد حالات التسمم الناتجة عن الغازات السامة وتحديد طرق علاجها. كيف يمكن الوقاية من التعرض للغازات السامة؟ أهم طرق الوقاية من الغازات السامة هي أولا الكشف المبكر عن الغازات السامة بشكل غير عادي، محاولة التخلص منها من خلال اتباع التنظيمات الإرشادية المرتبطة بكل نوع غاز وكيفية تحويله إلى صورة آمنة، أو من خلال إعادة تعبئة هذه الغازات أو إعادة تحويلها إلى صيغ أخرى. كمان من أهم طرق الوقاية من الغازات السامة اتباع تدابير الإسعافات الأولية. في حال لو الشخص لا قدر الله بالفعل تعرض لبعض الغازات السامة، لازم يقدر يتعامل ويكون عنده درجة من الوعي بالإسعافات الأولية. أيضا العمل على تحسين الرعاية الصحية من أجل الحد من حالات التسمم قدر الإمكان، التأكد من مراجعة البيانات المسؤولة عن توضيح سلامة الغازات السامة قبل العمل بها، والعمل على تطوير إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالغازات السامة، الحد من التعرض لاستنشاق الغازات السامة من خلال الحرص دايما على أعمال الصيانة الخاصة بأماكن تواجد هذه الغازات، عدم أيضا استخدام هذه الغازات بشكل فردي أو التعرض لها بشكل يعني قريب جدا. لو في كونتينرز أو أسطوانات بتحتوي على هذه الغازات السامة، مهم جدا هو العمل على تأمين هذه الأسطوانات وعدم اللجوء لرفع الأسطوانات الغازية من خلال الغطاء الخاص بها. بعض الناس حتى أسطوانات الغاز العادي اللي هو غاز الطهي اللي موجود في المنازل بيمسكوا الأنبوبة من المحبس أو المفتاح الخاص بها، وده غلط، ممكن يؤدي ذلك إلى تسريب الغاز وبالتالي مشكلة. أيضا لما نيجي نفتح صمامات اسطوانات الغاز السام، لازم يكون بحذر وببطء علشان نضمن السلامة العامة. التواصل المباشر مع الموردين لهذه الغازات علشان نعرف الإرشادات أو كيفية التعامل مع منتجهم من هذا الغاز السام مهم. أيضا لو الإنسان بيعمل في مكان أو في بيئة أو في وسط بيتعرض فيه أو بيتعامل مع غازات سامة، إن هو يرتدي الملابس الواقية في حال العمل بهذا النوع من الغازات. طيب لو جينا نتكلم عن مخاطر الغازات السامة، بتتعدد المخاطر والأضرار اللي بتتعرض للإنسان نتيجة تعامله مع الغازات السامة. منها إن ممكن يحصل تضرر للأنسجة الحية، ممكن يحصل ضعف في الجهاز العصبي المركزي، ممكن يحصل إصابة ببعض الأمراض الشديدة والحادة، ممكن لا قدر الله يؤدي إلى فقدان الحياة. طبعا حالات كتير جدا غازات سامة ممكن تؤدي إلى الوفاة، والسبب إن مشكلة الغازات السامة بتكون غير مرئية، وبالتالي غير مرئية، وفي أنواع من الغازات السامة ملهاش رائحة مميزة، فبالتالي لا احنا شايفينها ولا احنا قادرين نميز
الرائحة، فبالتالي بيكون كمية كبيرة من الغاز دخلت جسم الإنسان من خلال ابتلاعها أو استنشاقها أو حتى امتصاصها من خلال سطح الجلد أو العين، فبالتالي بيرتفع تركيزها في الدم، فبتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. طيب إيه هي أنواع الغازات السامة؟ بتختلف وتتعدد أنواع الغازات السامة اللي ممكن الإنسان يتعرض لها. أهم وأبرز هذه الغازات الهيدروجين سلفايد أو كبريتيد الهيدروجين، والكربون مونوكسيد اللي هو أول أكسيد الكربون، والنيتروجين أكسيدز أكاسيد النيتروجين، والأوزون اللي هو غاز الأوزون. طيب هل من الممكن علاج حالات الغازات السامة؟ طبعا حالات كتير جدا، لو الإنسان بالفعل تعرض لجرعة عالية من غاز سام بيتم توجيهه لمركز رعاية فورا، ويكون مركز رعاية مخصص للتعامل مع هذه الحالات. في الغالب لو الإنسان تعرض لكمية كبيرة من غاز سام، ده معناه إن محتوى الجسم من الأكسجين قل بنسبة كبيرة، فطرق العلاج بتعتمد على تعويض نقص الأكسجين. فمن طرق العلاج هي باستخدام الأكسجين عالي الضغط، بنعرض المريض لغرفة معينة أو جهاز معين زي أسطوانة كبيرة بينام فيها المريض وبيتعرض فيها لأكسجين عالي الضغط. ممكن يتم أيضا عن طريق استنشاق الأكسجين النقي في غرفة أيضا مخصصة بأن فيها ضغط هوائي أعلى بمرتين أو ثلاثة من معدل الضغط الطبيعي، علشان نضمن وصول غاز الأكسجين إلى داخل جسم الإنسان. طيب بالنسبة للطبيعة، الغازات الطبيعية، ماذا عن الغازات الطبيعية؟ بعد ما عرفنا أهم طرق الوقاية من الغازات السامة، لازم نشير إلى الغازات الطبيعية. الغازات الطبيعية بتعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، ومن أشهر الغازات الطبيعية اللي احنا بنعتمد عليها كمصدر من مصادر الطاقة هو غاز الميثان. من أهم الأعراض اللي بتدل أو بتشير إلى تعرض الإنسان لغازات طبيعية سامة هو إن المريض أو الشخص بيبدأ يشعر بالإرهاق والتعب الشديد، بيبدأ يعاني من الصداع، بيبدأ يعاني من مشاكل في الذاكرة، بيبدأ يكون عنده مشكلة في التركيز، فقدان التركيز، ممكن طبعا يصاب بغثيان وقيء، ممكن يصاب بفقدان وعي، وممكن في النهاية إذا كان تعرض بكمية كبيرة أو لجرعة عالية من الغاز السام ولم يتم إسعافه في الوقت المناسب يؤدي إلى الاختناق ومن ثم الوفاة. ده كان أهم المعلومات عن الغازات السامة أو الوقاية من الغازات السامة. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد.